صباح النور وصباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، الصحيحه مزيان، المورال هو هذاك اهم حاجه صراحه، هي الصحه في هذا الشيء كامل. المهم البنات، اليوم فلوغ زوين، غنشارك معكم بزاف ديال الحاجات. اليوم عندي النهار صراحه مشارجي. اول حاجه بعدا غادي نديرها غنمشي للصالون، واخده رونديفو انا وخواتاتي باش نمشيو. حتى فاطمه غتكون معنا نيت، غتصايب البروتيين. المهم غادي نشارك معكم اي حاجه درنا ان شاء الله فاش نمشيو للصالون. كيما قلت لكم فيق بكري، لان فردوس عطاتنا العشرة د الصباح. ضروري البنات تاخذوا لي رونديفو ديالكم قبل ما تمشيو، لانها كتخدم بلي رونديفو. كيما قلت لكم غادي نمشيو عندها هاد الصباح، هذا غادي نفطر بنياتي، نفطروا نديو من الوالده نخليهم عندها بما ساليت ان شاء الله. خليكم معايا الفردوس. كيما قلت لكم جيت قديت انايا الرموش، شوفوا ما شاء الله شحال زوينين، انا وفوزيه اختي زاد غتصايبهم، وفاطمه جات باش دير البروتيين. راكم عارفين بقى ليها والو، الولاده قريبه تولي، الله يفك على خير يا ربي امين، جات باش تقاد الشعير ديالها. بيان سور ما نقدرش نصورها لكم لان دايره الحجاب، انتم راكم عارفين تبارك الله هنايا كوطر راه كتخدم خدمه غزاله في البروتيين. فكرتيني غناخذ رونديفو لصوفيا كوطر لان قريب، ماشي قريب، المهم باقي واحد شويه على الدخول المدرسي. انا كنبغي دائما مره في العام نقاد ليها بروتيين، كنتهنى ليها من شعرها تبارك الله ما شاء الله، كتبقى لها الزغبه مطلوقه. وراه كاين بروتيين اللي خصيصا على قبل الوليدات الصغار، يعني ديروا ليهم ما تخافوش نهائيا. راه كتشوفوا معايا ما شاء الله شحال مره داتوا لها هنايا في الصالون، الريزلت كتكون زوينه الحمد لله، ما كيكون لا تساقط لا شي حاجه، كيبقى الشعير ديال بنيتات هكا زويون مسرح، ما كتبرصطوش ليهم ما نهائيا. ايوا لا فردوس طلبت فينا اليوم، جاتنا الفطور، هانتوما انا فطرت الفطور الاول عاودوا الفطور الثاني. خليكم معايا تسالي فوزيون بارطاجي معكم. هنا راه ديجا بدات كتقاد فردوس الفوزيه بالنسبه للرموش. واحد القضيه اللي نوصيكم عليها، مع عمركم البنات الا كنتو غتحيدوهم ما تنتقوهم هكا، تحيدو معاهم شفاركم الاصليين، كنتو غتحيدوهم ولا قنطوكم ولا المهم جيو عند فردوس هي راه كتحيدهم لكم بالبرودوي، كاين برودوي خاص باش هكا ما كيطيحوش لكم شفاركم الاصليين. ثاني حاجه كتسولوني عليها هي الثمن، بشحال هما البنات؟ ابتداء من 300 درهم، يعني على حسب انت لابليكاسيون، واش بغيتي الفوليوم، واش بغيتيهم خفاف، واش بغيتيهم قصار، على حسب كل وحده كيفاش كتبغي الرموش تقدم. كاين اللي كتبغي افي ناتورال كاع ما كيبانو، يعني خفاف، هادو كيتقاموا اكيد اقل من الاخرين اللي كيكونوا شويه فيهم الفوليوم. كما قلت لكم راه فردوس تقول لكم على حسب زعما الثمن، على حسب نتوما كيفاش بغيتوا الرموش يكونوا. هنا كنت كنصور لكم البرودوي اللي استعملت الفاطمه اختي، دارت ليها هاد ماريا جولد، زوين يا البنات، كيخلي الزغبه ما شاء الله مطلوقه. وراه كتشوفوا هو اللي كنستعمل حتى انا بالنسبه للشعر ديالي. غنوريكم البنات هذا هو اللي كدير كوطر لصوفيا فاش كنجيبها، صراحه دائما زعما كتشكر ليا هاد ابليكاسيون، وفعلا كيجيها مع الزغبه ديالها، كيطلق ليها الزغبه وفي نفس الوقت زعما خفيف هكا على قبل الوليدات الصغار. تبارك الله راه كاينين انواع كثيرين ديال لي بروتيين، كل وحده وعلى حسب النوع ديال الشعر ديالها، وكل وحده واش بغات داك ليساج يكون فريمون ليس بزاف ولا الزغبه يبقى فيها الفوليوم، حيت كل وحده كيفاش كتفضل انها دير ليساج ديالها. المهم دابا نخليكم نيميرو التليفون تقدروا تاخذوا لي رونديفو ديالكم قبل ما تجيو للصالون. الصالون البنات كاين في امسيرنات بالضبط عماره في قصريه ياسين اون فاس مع حمام امسيرنات، هذه هي لادغيس لانكم مازالين كتسولوني. ما عليكم الا تاخذوا لي رونديفو، جو مرحبا بكم البنات هنا، يتهلاو فيكم، الخدمه ديالهم راه زوينه. راه دائما كنشكر لكم الصالون، كتشوفوني انا وخواتاتي وكلشي هنا فين كنقادو، تبارك الله ما شاء الله كلشي كيجيبوا حاجه كاليتي وحاجه زوينه بزاف. يلا دخلت البنات، مشيت تركت بناتي بعدا هزيتهم لانه العشيه ان شاء الله موعدهم باش نديهم للبحر يتبحروا. راكم عارفين حنا كنمشيو تاع العشيه، بعدا غادي نديهم دوش لهم هما الاولين. انا درت واحد الماسك لوجهي، درت هذا ديال عرقسوس اللي شاركت معكم اخر مره اللي خديت من عند مناحي الارض طيبات، كما شفتوا معايا كنت نيت كندير لي ستوري للبنات بارطاجيتو معاهم، شفتوا بحال هكا. غنخلي حتى ينشف عاد نغسلو، ماشي دابا. وشققت شعري مزيان بالزيت، درت الزيت اللي كنستعمل ديما ديال اش ا كوزميتيك. شوفوا الوقيته اللي تكونوا هكا ملهيين مع الوليدات ولا كتوجدي الغدا ولا ديري شي حاجه لراسك هكا، زيت ماسك غوماج منها انت كي كنقول تنديرو هكا وهكا، مالا تسنيتي حتى تكون عندك الوقت، مع عمر هاد الوقت ما غتكون. صحتو لي عندها الوليدات وجدرو هدر، والله الوقت ما كتشاطلك. غنمشي بدا ندوش لبنياتي وندواش، نوجد شنو غنديو معنا للبحر. وبغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه، المهم خليكم معايا تندوش ان شاء الله ونرجع لكم ونوريكم واحد الحاجه غزاله وصلتني تقريبا شي يومين، هذه مازال ما حليتهاش، غنفتحها معكم ونبارطاجيها معكم وتشوفوها وقولوا لي الراي ديالكم فيها. غتكونوا عرفتوا شنو بغيت نبارطاجي معكم. غنقد الفولار ديالي ونوريكم
زاز العبايات، زاز العبايات يا البنات. فاش كنقولوا زاز العبايات شكون؟ لاباج انستغرام ديال ارابيلا دريس. المغازان ديالهم كاين في كازا، ناس كازا سعداتكم الصراحه. انا خو كان عندنا في اكاديم كنا تلقاوني كل شويه غدا جايه عندهم. عرفتوا يا البنات لي موديل ديال ارابيلا دريس؟ انا بالنسبه ليا كيبقاو سبيسيال، عرفتوا ما كنلقاهم حتى شي بلاصه اخرى. كتلبسي بوحدك، كتلبسي حاجه انيقه، حاجه زوينه، حاجه لاحقه وطريقه. شوفوا لي البنات هذا الجمال، شوفوا هذه راه لا نوفيل كوليكسيون، غير حطاتها كومونديتها. شفتوا هذا الموديل بعدا غير تحط في لاباج كومونديتو، واقيلا انا الاولى غادي نكوموندي لانه جاي راقي. تخيلوا معايا هذا اللون ما عمرني ما لبستو، لا في جلابه لا في قفطان، واقيلا ما عنديش كاع في قوامج في الكسيوات، ما كاينش عندي. اول مره غادي ناخذ هذا لاكولر. شوفوا لي البنات العبايه، شوفوا فيها هذا الديتاي من هنا ولتحت، غادي نوضح لكم ولا لا. شوفوا لتحت راه جاي لون اخر ماشي نفس اللون، شفتوه جاي في البيج لتحت. فنو فيها الديتاي من هنا، كيحمق كتحمق كتحمق. صراحه انا عجبتني بزاف، وجايه معها لاغوب ديالها من التحت. بيان سور لي غوب العبايات ديال ارابيلا دريس كلهم كيجيو بلي غوب من التحت. توب ما نعاودش لكم الخامه، التوب شحال خفيف صيفي، يعني ديال هاد الوقيته سخون الحال تقدري تلبسيها هكا في عراضه في مناسبه معروضه هكا لشي بلاصه. راه العبايه ديالها يا البنات كيحمقوا والله. شوفوا بيان سور راه دائما تنقولها لكم، الكاميرا دائما كتظلم الحاجه، في الواقع راه كتبان زوينه 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 بزاف. شوفوا لي ما شاء الله، شوفوا الجمال. توب ما عرفتش واش صراحه ما عرفتش واش سميتها التوب، مي التوب جاي متلوق وزوين كيحمق. دوك التوابات الخفافين زعما تلبسيهم هاد الوقيته هادي. شوفوا هاد الموديل كاين في هاد اللون، وكاين في الغوز، الغوز وقيله فاش شفتو نيود، واحد لاكولوغ نيود واعره. المهم انا اختاريت هاد اللون لانه ما كاينش عندي نيود، عندي بزاف د الحاجات في النيود، وديجا اصلا كنت واخده واحد العبايه نيت عند ارابيلا دريس في النيود، داكشي ما بغيتش نعاود النيود وخديت هاد اللون. حتى النيود واعره. دابا نخليكم شي تصويره هنا الا لقيتها في لاباج. دخلوا البنات، دخلوا عندها ضروري دخلوا، لان ما شاء الله عبايات ارابيلا دريس غير صراحه. انا غنوريكم العبايات الثانيه لانه خديت جوج ديال العبايات، وحده كتنسي في الاخرى. انا غنوريكم الاخرى، قولوا لي شنو هي اكثر وحده عجبتكم عليا. وحده اخرى كتحمق عاود، عرفتوا هادي عاوتاني غتشوفوها غتقول لي واو. يلا خليكم معايا، انا غنبدل هادي ونلبس الاخرى ونبارطاجيها معكم. شوفوا لي يا البنات الزاز تاع هاد الموديل. شوفوا بعدا البيض فوق ما كنلبسو شي حاجه، كتقول لي امينه جاك زوين، سورتو البنات اللي متبعيني في انستغرام كيعجبهم عليا البيض. وانا تصرت انا صراحه كيعجبني البيض، سبحان الله كيعطي واحد الوقار، كيعطي واحد الجماليه. شوفوا لي هاد الزاز، شوفوا شحال كتحمق يا البنات، ولا شحال كيحمق هاد الموديل هذا غزال. شوفوا لي ديتاي ديالو هنايا في الشال، ونفس لي ديتاي جايين بحال هكا هابطين مع العبايه حتى لتحت، ونفس الديتاي هنايا. نتمنى يكون واضح لكم مزيان. شوفوا شوفوا فنه فنه، وكيجي تحت منها البنات، كتجي تحت منها لاغوب هانتوما بالكميمات، يعني ما تخافوش انه يبين، لان هذا موسلين كما كتشوفوا. التوب ديالو خفيف، تلبسوا هاد الوقيته مي راه جايه تحت منه لاغوب، ما تخافوش انه يبين لكم زعما لوكار ديالكم ولا حتى شي حاجه. وجايه كتحمق هذه حتى هي، صراحه عجبتني بزاف. قولوا لي نتوما اين هي اكثر وحده عجبتكم، واش هادي ولا الاولى اللي بارطاجيت معكم. دابا نخليكم البنات لاباج ديال ارابيلا دريس اللي كتبغي موديلات ديال الهبال في العبايات، دخل عندها داكشي كيحمق صراحه. موديلاتها كيجوني انا غير زوينين، راه قلت لكم شحال من مره كيعجبوني، كيجيو فنين وراقين في اللبسه ديالهم. دابا غنحيدو اختي الزاز، انتو درت هاد الماكياج باش نصور لكم في الانستغرام صراحه. غنحيدو هاد الزاز وغنمشي للكوزينه باش يلا نوجد لي ساندويتش. دابا شيت باش نقاد هاد لي ساندويتش اللي غنديوهم معنا للبحر. راكم عارفين البحر كنبغيوش حاجه براتيك اللي تكون مجموعه، ما نديوش معنا شي حاجه اللي ترولنا مع الرمله والدراري. قلت نصايب هاد لي ساندويتش اولا هاد بوكاديوس كل شنو كيسميه هنايا. اول حاجه صايبت لاصوص اللي درت صوص كوكتيل، هي الاولى درتها كيما شفتوا معايا في الباغيت. شنو درت فيها؟ درت البنات صوص باربيكيو، درت الموطار، درت المايونيز، ودرت
الكيتشوب، خلطتهم كاملين ودهنت بهم الباغيت. اكيد حيد ديك البابه اللي كتكون لداخل هي الاولى. فرشت الخص، درت مطيشه، درت خيزو محكوك، درت الطون، درت البيض مسلوق، عرفتوا هذا الميرور كيجي واعر، درت شويه الكورنيشون ودرت شويه ديال الزيتون الخضر، البطاطا كما شفتوا معايا، غادي نزيد شويه ديال لاصوص من الفوق. واخر حاجه غادي نديرها هي الفرماج ديال الساندويتش. تقدروا تضيفوا الاضافات اللي بغيتوا وحيدوا الحاجات اللي بغيتوا، المهم هاد الساندويتشات راه كيبقاو اختياريين. المهم انا هذا الميلونج اللي درت راه بنين والله الا شهوه منه، جربوه في الخارجات مع الوليدات، غادي للبحر. انا عارفه كلشي دابا الصيف كيتبحر كيبغي يخرج مع الوليدات، وكنبغيو شي حاجه اللي اولا اقتصاديه، ثانيا كتعرفي شنو كتدي معك، يعني ماكله نقيه على حقها وطريقه، ثاني حاجه راه كتجي كتكون بنينه. المهم هما هادو الساندويتشات ديالي، غادي نكمل كلشي لانه العشيه راه دايره مع فاطمه اختي وراجلها، نديو ادم حتى هو مع البنات باش يعوم، نمشيو المهم كاملين مجموعين. غيزلان حتى هي درنا بروغرام باش نخرجوها كمجموعين، انا قلت لهم غنصيب لكم الساندويتشات، هما غيجيبوا شي حاجه اخرى للكوتي، المهم وهكا نخرجوا. انا كنمشي حتى العشيه، راه ديجا قلتها لكم البنات، زعما ما كنخرجش بكري، وراه تبارك الله كان راه النهار طويل، راه ما ديري فيه عرفتوا، راه كتشلت لنا الوقت، الدراري كيعوم وحنا كنستمتعوا بداك المنظر ديال البحر، لانه انا صراحه ما كنعومش قليلا فاش تلقاوني عمت. انا في راسكم البنات راه ما عنديش من اجواء الصيف بزاف، انا كيعجبني الجو البرد كتر، اما زعما الصيف البحر، البحر كنمشي على قبل بناتي، راه ديجا قلتها لكم والله الا غير على قبلهم، اما زعما الا جات عليا انا نقدر ما نمشيش ليه كاع الصيف كامل وما عنديش مشكل، لانني انا ماشي من محبات البحر، كتجيني فيه الروينه ما عرفت، كتجيني مهم كندير البنات باش يستمتعوا. صافي راكم عارفين اللي عند الدراري الصغار ضروري كدير لهم الخاطر، هنايا جبت ليهم حتى سناك شي حاجه هكا اللي يتلهاو بها. غندير لهم لي فروي ساك، شويه ديال لي بيسكوي، المهم غندير لهم شويه شويه من الحاجه. بغيت غير نشارك معكم هاد لي بواط هادو شحال زوينين يا البنات في الخارجات، راه شاركتهم مع الناس اللي متبعيني في الانستغرام، كنشارك معكم بزاف ديال المشتريات تما كاع ما كنصورهم لكم في القناه، تبعوني يا البنات في لاباج انستغرام ديالي، راها نفس السميه ديال القناه بيوتي باي امينه، مرحبا بكم كاملين. كندير لكم دي ستوري مختلفين تماما على الحاجات اللي كنشارك معكم هنا في القناه، كنبارطاجي معكم دي بون بلون، حاجات زوينين، حاجات اللي تستافدوا منهم، وسيرتو المشتريات كنشارك معكم تما بزاف المشتريات. المهم كما قلت لكم هادو زوينين في الخارجات، فيهم هاد لي بواط صغار كديري بحال هكا لي فخوي ساك، ديري فيهم لي فخويني تقطعيهم بحال هكا لوليداتك، تتجي لابواط مجموعه وراك هزيتي شويه شويه من كاع داكشي اللي بغيتي، وزوينين وحلوين في المنظر ديالهم. انا خديتهم من عند ساره ديكو، لاباج اللي ديما كنشارك معكم كناخذ عندها الماعن، راه هي دايره لهم البنات ثمن زوين، خديتهم غير 95 درهم الوحده. في الاول كنت كومونديت غير وحده، ومن بعد فاش عجبوني وزعما كنبغي ندي شحال من حاجه معايا هكا باش نكونوا خارجين، عاود كومونديت جوج وحدين اخرين، والله تا غزالين، هما ديال بلاستيك اون بليكسي كلاس ماشي كاع بلاستيك، فوقانيه ديالهم اون بليكسي كلاس، مي راه زوينين وصحاح، انا عجبوني. وخديت عندها حتى هاد القرعه، انا فاش شطح قرتها كيسحب ليا صغيره، هزه اترو ونص ديال الماء تبارك الله، عمرتها بالماء بارد، ديتها معايا حتى هي. خديت عندها حتى هاد البلاطويات اللي غتشوفوني غادي نجمع دابا، المهم درت عندها صراحه بزاف ديال المشتريات، جابت معينات زوينين وبثمن زوين ومناسب تبارك الله. علاش كنقول لكم تبعوني في الانستغرام، تما كنشارك معكم الحاجه، لان الماء عند غيا دغيا كيطيرو سيختو، هي كدير ثمن زوين دغيا، الناس زعما دغيا كيتسالى ليها لو ستوك، تما كنشارك معكم الحاجه تم فاش كتوصلني، واللي بغات حاجه كتقدر تكومونديها. مي دابا واش تلقاهم ولا لا ما عرفتش صراحه، غير تواصلوا معاها وشوفوا. صافي بديت كنجمع الحاجه، دوك لي ساندويتش درتهم في هذيك اللاطه كاملين جمعتهم، وهنايا جيت باش نوجد بناتي ونخرجوا ان شاء الله. اديري عومه عومه با 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 هادي مينا، قولي لي فين غتمشي نتيا، فين عومه عومه غتمشي ديري عومه عومه تمشي انا وياك للبحر حدا عومه عومه غنديرو عومه عومه اش غنديرو رزان اش غنديرو شكون اللي غيدير عومه عومه شكون؟ مرحبا بحر
المهم هنا غايبه لكم راه رزان مجمع معايا، انا كنجمع وهي كترون، انتم ما غتشوفوا، انا كندخل داخل وهي كتخرج ولكن والله الا راه منساني منساني. راكم عارفين الدراري صغار في هاد لاج ملي كيبداو كيتعلموا يهضروا ما شاء الله هضراتهم شحال حلوين شحال زوينين، الله يحفظها ويحفظ وليداتكم كاملين يا ربي امين. هنا بديت كنجمع لهم حويجات، كندير لهم حاجات سخان مور ما كيخرجوا من البحر، راكم عارفين سيختو حنا كنمشيو حتى للعشيه كتكون الشميشه ديجا مشات، يعني خصني ضروري ندي لهم شي حاجه اللي تكون هكا شويه سخونه باش تدفيهم. صافي غنجمع لهم اللبسات ديالهم ونجمعوا كل شيء ونشدوا الطريق ان شاء الله. البحر اللي كنمشي ليها البنات انا دائما هو ديال ايمي والدر، لان هذا السؤال كيوصلني بزاف ديال ايمي والدر، كيجيني تما نقي زوين وبلاصه فاميليال تمشيو ليها ترونكيل. واو ديرين دي دراس ديرين دي دراس دير لهم بوز، شوفوا انتم البوز كي داير، واو دير لهم باي باي، قول لهم غنمشي ندير عومه عومه ياك لا لا. هنا عاد جيت نجمع الصاك ديالي ومنها نشارك معكم واحد لاكام خديتها جديده زوينه على قبل البحر والصيف، ونوريكم حتى شنو الحاجات اللي تقدروا تديو معكم للبحر. انا كنت كنبارطاجي معكم هاد لاكام رائعه يا البنات، راه ديجا كتشوفوا بلي راه زعما خصيصا ديال البحر الاجواء ديال الصيف، لان فيها واحد الريحه خفيفه كتهبل كتهبل. لو باك كيجي فيه البغيوم، كتجي فيه لا كريم ديال لوكور، كيجي فيه جيل دوش، وكتجي فيه لا كريم ديال اليدين اللي كتديها معك في الساك صغيره ترطبي بها يديك وقت ما غسلتيهم. هاد لا غام ديال باتام بادي ووركس خديتها من عند اش ا كوزميتيك، رائعه جدا الناس اللي كيبغوا لي بارفان خفاف صيفيين. المهم تما راه خديت غير لا بغيوم بوحديتها هي اللي درت في الساك، ديت معايا هذه اللي كتطلق البرد. المهم هذه صراحه بزاف يستعملوها الناس اللي كيمشيو النهار كامل للبحر. كاين عندي واحد الزيت ديال الصيف اللي فيها البغيون ديال البرونزاج اللي كيبغي يتبرونزا. صوفيا راه قالت لك ماما بغيت نتبرونزا، قلت لها بنتي حنا كنمشيو حتى كتروح الشمس حتى صافي كتقرب تروح. المهم ديت لي هذيك الزيت درت ليها منها، ما خفت منها حتى شي حاجه لان طبيعيه، خديتها من عند واحد لا مارك زوينه. وكاينه البنات حتى هاد لوباك اللي فيه هاد لا كريم وهاد البغيوم الصغير الغوز كيحمق، صوفيا فاش شمتو حمقت على الريحه ديالو، كندي على قبلها الصراحه لان كتعجبها الريحه ديالو. ليكرون سولير ضروري يا الناس اللي كيجلسوا النهار كامل في البحر، كل ساعتين انك تبدلي ليكرون سولير ديالك. صافي تقريبا هادو هما الاساسيات، واكيد كتديو معكم الماكله ديالكم والماء ديالكم وصافي، وكتديو الوليدات باش يستمتعوا وتمتعوا باحسن بحور عندنا في اكادير. صراحه البحور عندنا غزالين، نتوما راكم عارفين البحورات اكادير رائعين جدا. المهم خليكم معنا نحاول نشارك معكم شويه فاش نوصل ان شاء الله. غير ديال البنات الصغار تما كنخرجوا كنسى الرزان هاد السطيله هادي هكا اللي كيكون فيها الالعاب ديال البحر. جيت دابا باش ناخذ لها شي وحيده. انت بغيتي هادي؟ بغيتي هذيك نشوفها كي دايره؟ يلا سيري يلا سيري نخلصوها. هذه اللي فيها الكره وفيها، بغيتيش هادي؟ خذي هادي زوينه، خذي هادي راه عندك بنتي هذيك كبيره في الدار السنه حارس ما عرفت شنو غتاخذ مازال. البنات اللي كيضرب بهم حتى هما دوك ديال البحر كيبان. يلا سربي بينا نمشيو سربي. صافي راه خذي خذي وحده ويلا خذي وحده ويلا. صوفيا جات لهنا وهي تقطع ليها كلاكيطا شوف. شوفي هاد الغوز، شوفي هادي كتبان زوينه هادي. قيسيها كبيره عليك، قيسي حيت تقطعات لها كلاكيطا. تورا زوينه يلاه جاتك يا هاديك صوفيا. صافي دونك لوحي الاخرى حيدي هاديك باش نلوحوها. صافي هنا غير وصلنا، جيت انا كنقاد لهم الطبيله ديال فاش غنجلسو نديرو الكوتي. قلت لكم حنا راه مثلا عمومه والو، كنجلسو غنتمتعو بالجو ديال البحر وصافي مقابلين ولادنا هادشي اللي كنديرو. كيما قلت لكم جيت نقاد الطبله، واخا غير زنقات كضحك عليا قالت لي انت هي تبعك كوزينتك فين ما مشيتي، وانا كتعرفوني يا البنات كنبغي نحط حتى تكون متوله وزوينه فين ما. هادشي سبحان الله العظيم كيعجبني كنفرح به، ما نبغيش نكون جالسه فشي طبله وتكون مرونه ولا تكون مايش شفتو ماي جت معايا لاناب جت معايا الماعن الكيسان كلشي حدنا العصر حيت كوموندينا تما. داكشي اش غايبان لكم فهذوك الكيسان ديال البلاستيك، وغادي نحيدو من الكاس البلاستيك ونخويو في الكاس الزاج. المهم تنقاد الطبيله نوجدها وراه غادي نشاركها معكم ونبارطاجي معكم زعما كيفاش شنو جابوا البنات معاهم حتى هما. فاطمه البنات كاع ما صورتها لكم بعدا، قالوا لك فين وصلتي مع شي تقل؟ الحمد
كتخفاف ياكي ها هي غزلان هضري هضري بزز باش يسمعوك راه على بحر الماج ما تيتسمعش اختي الصوت دايرين اش خباركم اش كتعاودوا توحشناكم كنتمنى تكونوا بخير على ما هي الطبيله ديالنا وجدتها هما لي ساندويتش اللي قديت معكم في الدار غزلان مولات القرص راه جابت معها القرص والمسمن قادته في الدار جبنا اتاي كيما بغيتو اتاي ولا قهوه قالك بغاو اتاي هو اللي جبت جبنا مناضه وخلاص الحاجات باش يتلهاو الوليدات راكم عارفين وما عز عليهم السقاده وجبت لهم حتى شويه الفاكهه ايوا صافي خليناهم يعموا واحد شويه قلت لكم انا ما كنمشيش حتى شي رجينا تقريبا عرفتي الشميشه راه صافي قريبه تمشي يلا يعموا واحد شويه صافي ونديروا الكوتي ديالنا ومن بعد نمشيو للدار ان شاء الله صافي قلتي حدا اختك قلتي حدا اختك لعبي معاها قلتي حدا اختك عطاها تشربو اهم حاجه في هذه الخرجات هما الوليدات كيستمتعوا كيفرحوا كيلعبوا صراحه هذا بحد ذاته راه تمتع بالنسبه لي انا واخا ما عنديش مع البحر كما قلت لكم فاش كيشوف بناتي فرحانين وعجبهم الحال هذيك هي احسن حاجه عرفتوا رزان اش غنقول لكم راه ما عندهاش حاجه سميتها الخوف من البحر ولا من المواج ولا كتبقى غاديه الا ما حبسناها زعما ولا الا ما رديناش البال ما عندهاش هذاك المشكل الخوف ولا كتحمق على الماء اصلا غير تدواش كتحمق عليه راه واخا ندوش لها في الصباح وفي العشيه وما تملش ما تملش نهائيا ها تو يبان لكم صوفيا راه غير تبعها مسكينه وكتجري المهم الله يسمح لينا من حق الوالدين كنت جالسه ولكن عقلي معهم واخا كان راجل اختي زعما رد ليهم البال تما ولكن راه جلست شويه مع البنات تدرنا كلت زعما بالزربه ونطل عندهم بقيت رده معاهم البال حتى خرجوا عاد بالي هنا في جاك ساندويتش غزلان والله الا زوين الصحه بوكا ديوس ولا ماشي بوكا ديوس بحال خدينا ماشي محل مختلف ايوا اختي راه النقا ديال الدار احسن من المحل المختلف الدار احسن من المحل المختلف دوقي فاطمه دوقي ما نبيع لكم غادر البحر هذا غنطلو فيه الثمن وحتى لي صوص وما دوك درت فيه صوص كوكتيل صراحه جات زوينه معاه الصحه والراحه اسمع عمرك واش تركي جمع معنو البحر هي انا انا اختي كيعجبني واش كنخرج نحط حاجه زوينه وحاجه جاده سمعوا غزلان اشنو كوزينتي تبعك ماشي قالت لك كوزينتي تبعني فين ما مشيت ولي انتما غير هاد الفاره هادي راه حلفات لا خرجات من الماء وما كتخافش تخيلوا معايا ما عندهاش الخوف من الماء تمشي تجري ادم شبعتي عمان يلا لبسك حوايجك رزان يلا يلا لبسو سمعوا نو 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 يلا لبسوا الحوايج يلا بارك عليك بنتي صافي كتدخلي لداخل وانا مابقاش حاضيك بحال هكا ما تدخليش لداخل شوفي تكمش دابا جا البرد انتو بحال دوك المشيشات صغيورين جاك البرد لا لا جاك البرد حبيبه يا لطيف اش كتاكلي كتاكلي مسمنه شكون كيعطيها لك تاتا تاتا تاكل عوينات يوم النعاس يلا شربي حبيبه عصير شربي عصير برافو بنتي قتلها البرد قتلها البرد راه ما يمكنش
صوفيا يلا باش لبسي انتيا حوايجك. المهم البنات غنسد معكم لا فيديو هنايا. هكا دازت الخريجه ديالنا، كانت زوينه، اجواء زوينه رائعه جدا. راكم عارفين الاجواء الصيف مع الوليدات راه كتكون زوينه بزاف. غنسد معكم لا فيديو، نقول لكم ما تنساونيش بري لايك ديالكم، بارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كتبغيو، صحابكم وحبابكم، ولا اللي خطيكم عليا، وان شاء الله حتى نتلاقاو فيديو اخر. السلام عليكم.